عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بتنسيق مع مصالح الأمن الوطني بميناء طنجة المتوسط تمكنت من إجهاض عملية للتهريب الدولي للمخدرات القوية عبر ميناء طنجة المتوسط وحجز ما يقرب من طن واحد ونصف طن من مخدر الكوكايين، وذلك بتعاون وتنسيق مع المصالح الأمنية الإسبانية. أكثر معلومات وفرتها المديرية العامة للأمن الوطني في إطار التعاون الدولي مع مصالح ودول صديقة من حجز كمية مهمة من مخدر الكوكايين، كانت محملة ومدسوسة متن حاوية لنقل البضائع على متر باخرة لنقل الدولي للحاويات. هذه العملية تندرج في إطار الجهود المبذولة من طرف المديرية العامة للأمن الوطني من أجل محاربة الجريمة العابرة للحدود، وذلك في إطار التنسيق والتعاون الدولي المشترك. وتحت إشراف النيابة العامة المختصة تجري مصالح الشرطة القضائية بحثا للكشف عن جميع الأشخاص المرتبطين بشبكة الإجرامية المتورطة في هذه العملية، وكذا تحديد تقاطعاتها وارتباطاتها الإقليمية والدولية.